يا عيال. سلام عليكم، معكم ركاب السيمان. السلام عليكم وبركاته حبايب قلب. اليوم في فكرة جديدة راح نسويها، راح نطلع مع أخوي سعود عشان بنسوي له في جوا الفلوق مقلب، فاستمتعوا معنا في هذا الفكرة المقلب. قبل ما نبدأ في هذا المقطع أتمنى أنك تسوي لنا لايك، واللي ما اشترك في القناة يشترك، فبتشوفون فكرة جهنمية. تقول بالفكرة ولا لا؟ إذا تبين نقول لهم ولا بنحرق كذا؟ خلاص خليها على الفلوق. قسما بالله فكرة خرافية، بس شوفوا في نص المقطع إن شاء الله راح يجيكم الفلوق المقلب. خليناهم بالسيارة عشان ما يشكون، عشان ما يشكون سعود. نواف يدري، نواف معنا يساعدنا، فسعود ما يدري طبعا. يلا نروح الفلوق. يلا بسم الله، فلوق مع مقلب. السلام على سعود. طبعا اليوم ها على طول في وجهك يا سعود. يلا الحين وش السالفه؟ ما شاء الله ما شاء الله، حياك الله يا سعود. الله يسلمك. ما شاء الله سواقه سعود لحد الان ما شاء الله لا مخالفات ولا شيء، فانسان ما شاء الله مهذب جدا الحمد لله. الله يطول لي عمرك والله ركان، هذا كله تعليمك انت اللي معلمني سواقه. الله يخليك، بس اذا كان المدرة تاخر يلا يا شباب يلا. شبون كلنا فلوسه. طيب اهلا. يلا الان بنوجه بسم الله. شوف عندنا مشاوير بنخلصها، اول مشوار السباكه بسرعه. ليه؟ بنشتري اغراض. يلا بسم الله. ما تبي انت فلوك الا نبي فلوك خلاص. بس شروط لحظه ست بروتيني. ما في بروتين مير نسيته. والله البروتين مير كب سيارة حقي. البروتين هذا بروتين وجسمي افضل منه. نعم ولا كيف؟ ما شاء الله والله ما شاء الله. شوف ذا اوكي، لان صوتي مزعج على فكره. بقول حاجه رجاء بسحب عليه تفضل. وانا من عندي يا سعود تستاهل كرياتين والله، اقسم بالله كرياتين تستاهل. طبعا الان احنا وصلنا المكتبه انا ورك، فبنشتري شطرطون، عندنا تحدي شورت برضو، واحنا سوينا ذا شيء عشان ما يشك. بنستغل الوضع يعني كل شوي مشوار كذا، فهو بينسى وش بنسوي. تمام شو طيب. وش تبي لون؟ نبغى لون مميز في التحدي. يلا اختار لون على ذوقك. نفس النظارة عشان اركز. بسم الله. ازرق رقم واحد، ثبت الازرق. ليش ازرق؟ الهلال. انت عشان الهلال يا اخي، انا ما يجي اللون الازرق على فكره زين. بسم الله. طبعا شرينا اغراض التصوير للشورت ان شاء الله، هذه مصوره. سعود هل تتوقع تبي تفوز ولا لا؟ ابى افوز اكيد، لان التحدي خرافي جدا جدا. جاهزين التحدي. هذا التحدي وش عباره عن ايش؟ سرعه. انت سريع ولا لا؟ ازهل. خلاص ازهل. يا ويلك والله يا ويلك. بسم الله. يلا سعود وش ودك؟ ودي انت قهوه. طبعا يا جماعه الخير وصلنا قهوه الحين، وما شاء الله في زحمه يعني، والمكان هذا مكان سعود وحسام بينزلون الحين. هذا تعرفون ان الحاره حقتنا غنيه شوي، فيها 15 قهوه، بنروح نختار لنا قهوه ونقهويكم. يلا بسم الله. طيب قهوه اليوم وجيب لنا حلا. كلنا قهوه اليوم ها. بس اسمع، برازيلي ولا اثيوبي ها؟ ايه برازيلي ولا اثيوبي. يلا حيهم. هلا والله. طبعا نواف برام الغريب ذا. طبعا يا جماعه الخير نزل سعود وكلنا متفقين عليه، كله بنسوي فيه مقلب. اوكي شفناه الصراحه في التيك توك، هذا قلنا بنسوي، بنشوف سيارته شو بيسوي. عدنا سعود يعني يهتم سيارته، فبينصدم وش اللي بنسوي بيه بسيارته. مو بضرار بنلزق والله بنلزق في اشياء قروشه. ايه فبنوقف الحين، بنوقف الحين ونظبط. وقف هنا قدام عادي، بعدين عشان لا دقوا علينا نجيهم. لزق ايه وقف. طبعا نوقف يا اخي، ما يعرف يسوق نواف. نواف ما يعرف يسوق. طقينا ردمية. يلا كمل. يلا بسم الله. طبعا الحين نواف بيظبطنا. يلا خلنا افسخ النظارة انا، لاني بالنظارة احس اني ما اشوف شيء. وقت غروب الحين. يلا نواف. الكيسة وينها؟ هنا. يلا. جيبها يا حبيبي، جيبها بسرعة. جيبها كله قدام. يلا شوف لزق جوا ولا برا؟ لزق هنا بالطبلون. نواف شكله ما شاف شيء. برا تدري؟ لا هنا هو بيركب وينصدم. هنا لزق هنا. يلا يلا لزق جديد الاشياء كثير. اشياء حلوه يعني يصلح لها. حيوانات هنا بعد اللعبه برضه حيوانات. يلا مستعتب. طب لازم اساعد نواف انا عشان لزق.
الو. هلا هلا، وينكم؟ انتم خلصتوا؟ ايه. طيب يلا اول ما تطلعون اوكي؟ ايوه. راح يمين، راح يمين، تلقونهم موقفين على اليمين. قلنا هو في لفه يجي من عند الانعكاس، عرفت؟ من نفس الزاويه دي. يلا يلا يلا. لا تعال تعال انتم من هناك تكفون. يلا يلا واقفين 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 زينه. يلا يلا. نصور لهم. شوفوا يا جماعة الخير، بسم الله. ديم 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 حركة النجوم. بالله والله هنا والنجوم هنا، قسم بالله نبي نجلط سعود، بينجلط مرة جلطة جلطة قوية. متحمسين نواف؟ ها؟ قسم بالله يا ويلهم يا ويلهم. طبعا حسام معنا، حسام على فكره، بس حسام قلب له. هي جو 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 والله جو 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 جو. نواف نواف افتح افتح فلاش افتح فلاش افتح فلاش بسرعه عندي. شوف 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 شوف. جا سعود، جا سعود جايب مع حاله المسكين ما يدري. يلا افتح فلاش. تعال ورا تعال ورا. ولا ايه؟ لا يا عيال. يا يلا يقلع ابليس طيب. كملك انت وياه. ايش فيك يا سعود؟ كملك انت وياه. توك توك جوالك جوالك. يا عيال يا عيال ما يصير والله. ايش فيك؟ اوك اوك. سمنا لك احلى رسمات ناظر كل شيء. رايك؟ الله يقلع ابليسكم. عشان كذا مخليني اجيب القهوه. يا عيال لا شكلكم والله قهوه ما راح تاخذوني. لا 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 يا ما اقدر والله ما اقدر اقسم بالله. شوف ذيب يلا تفك. شوف يا خله 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 حلوه بالله. سعود والله انكم قروشة طيب يا عيال. الحين اقسم بالله نفخمه الحين بنت. حلو اصور بقى مقطع تيك توك. ام جست جيم ام جست جيم. هل مكان خلاص خلصنا من الاكسنت خل نروح بجي كلاس. خلاص يلا تم 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 والله مره. لو سوينا المقلب فيك بتزعل؟ اقسم بالله اسطرك حسام. انا الحين بتعامل بالعنف. طب اسمع والله لا اسوي. والله الجي كلاس اسوي. انت سعود هذا اخوك الكبير. خلاص ركان قلبك يطاوعك. انا ذلك سنت كل ماي. بالعكس انا زينت الحين الاكسنت. اوه كذا وصلنا لنهايه المقطع. يعطيكم الف عافيه على ذوق المقطع. شكرا لكم. شكرا على المقلب الخايس. وراح ارد بالجي كلاس باذن الله. والله شكرا يا سعود. يمين بالله سيارته خرافيه جدا الان صارت. وشكرا استاذ نواف على الفكره. شكرا لحسام ما قصر معنا. طيب تعبوا لي بنزين على المكافاه يعني؟ لا اوكي ما راح ارجعهم البيت. هي جتكم مكافاه الصراحه. السيكرز يعني صارت سنيكرز. هي اسمها سنيكرز. لا 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 سنيكرز. قل بوينتي. ما يعرفون انجليزي ترى. ما يعرفون الزبده انه زينا سيارتك صارت ملفته. يلا تستاهل. ما حد ملفت حرفيا. ما حد ملفت الا انا. وان شاء الله يفوز النصر اليوم. اليوم فوز. واشوفكم ان شاء الله في مقطع ثاني. احنا نحبكم مره.